السلام عليكم مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامج ميوزيك اند فود. اليوم كاين ميوزيك اند فود. كنرحب بصحابي وخوتي عزازين عليا بزاف وكنت غندير عليكم مفاجأة وكنت كنتسنى الوقت ها هو جا. اليوم كنضيفوا معنا مون امي اي مون فخير جلال. Salut tout le monde. وحرامو الرحمة. Hello. جلال هو موسيقي فنان من مدينة مراكش. كيلعب الفيولو ماشي غير كيلعبها، كيلعبها وكيقريها في الكونسيرفاتوار هنا في مراكش. والمدام ديالو لاله رحمه هي اللي كتعاونو في الدار وكتعاونو في الماكله وكتعاونو في كل شيء. فاش عيطت عليه قال لي رايدا انا فاش غادي نجي ما غاديش بوحدي، غادي نجي نلعب موسيقى ومرتي غادا تطيب. قلت لي اخويا مرحبا بكم وها هما جاو اليوم. دابا غنخليكم على لاله رحمه نشوفوا الاكله اللي غادا توجدها لينا اشنا هي. اليوم غادي نوجد لكم الماكله، ماكله ديال الفلبينيه، تشيكن كاري بالروز، الروز الجازي. I hope you like it. لا بتريجة كنتمنى غادي تعجبكم الصحة والراحة. ودابا غادي تتسويت غادي نمشيو نبداو في الكوزينة مع لاله رحمة ابخي مع السي جلال.
ميرسي تبارك الله، راه اعلى الرحمه تبارك الله عليك بهذه الاكله هذه. ودابا غادي نمشيو نقصيو، ومن بعد غادي نمشيو نلعبوا انا وجلال واحد الاغنيه اللي غتعجبكم بزاف. لا لا رحمه تبارك الله عليك، الله يحفظك، ربي يخليك لينا، الله يحفظك. يلا بسم الله، هاك هاك هادي وانا هادي، يلا.